السلام عليكم، معكم معاذ الصناجي الديك، جيرون الصناجي غورمي وميم طون الشيف باتيسري ديالها. عندي 13 عام ديال الاكسبيريونس في هذا الدومين. البدايه ديالي 2008 تخرجت من مدرسه اوف بي بي تي مارينا. جوز لي ستاج في كازا مع رحال، وستاجيت في اسبانيا في لي زوتيل، والكمال ديالي هنا في تطوان في المدينه ديالي اللي انا كنعشقها. فكره ديال الكيك ما صاوبته ماشي اول مره، صاوبته المره اللي فاتت في مونديال قطر، وكانوا الحمد لله وصلوا للسيمي فينال كاس العالم. وهاد المره هاد الكيك هذا ان شاء الله فينال ونديو كاس افريقيا، علاش لا؟ وحنا دائما مع الفريق الوطني ديالنا وكنحاولوا نعملوا اي حاجه باش نساندوهم. وهذا الكيك هذا الاهداء للفريق الوطني كامل من وليد الركراكي اللعابه كاملين ان شاء الله، ومربوحه ان شاء الله. بالنسبه للعابه اللي عندنا في الفريق الوطني راهم احسن لعابه اللي كاين في بطولات العالم، لا من حكيمي ولا من ياسين بونو ولا مزياش، راه اللعابه المنتخب كاملين راه موفقين ان شاء الله، ويوصلوا يعني الفينال ويفرحوا هذا الشعب كامل ان شاء الله. التوقعات ديال اللعابه اللي غيسجلوا ان شاء الله النصيري وحكيم زياش، وكنقول ان شاء الله 2-1. النصيحه ديالي لاي واحد بغى يتعلم هذا الدومين هذا الباتيسري، هذا الدومين مزيان والدومين عنده مستقبل ان شاء الله. شنو هو؟ خص الصبر وخص الطموح، والواحد يوصل اللي بغى ان شاء الله.